شوية ايس لاتيه سهلين جدا، قهوة سريعة التحضير، سكر دايت، شوية لبن، شوية مية سخنة كده تقلب فيهم الحاجات دي كلها، وتملى بقى انت الباقي لبن او تملى الباقي لبن على مية ساقعة انت، وشوف انت عايز تطلع الكالوريز بتاعته عاملة ازاي. للأسف انا القهوة بتاعة الاسبريسو خلصت، بس عايزين نجيب النهاردة عامة، لان دي بتحسها كده ايه اي كلام. المهم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن من ايفولف، فيديو جديد وفلوج جديد هناخدكم معانا في اليوم بتاعنا، ونشوف كده احنا هنعمل ايه. دلوقتي يا شباب احنا عندنا شوية شغل، وببساطة اللي انا بعمله دلوقتي هو ان انا بتابع الشيبمنتس او الشحنات بتاعت ايفولف واي. احنا بنعمل كل حاجة بنفسنا يا شباب تقريبا. لان في حاجات كده الواحد لازم للأسف ان هو يقعد يراجع ورا شغل الناس. مش قصدي ان انا اقول اي حاجة موجهة لأي حد، ولو انت اشتغلت مندوب قبل كده فانا مش قصدي حاجة على المناديب بشكل عام، بس للأسف معظم المناديب بتعمل حركات غريبة. يعني مثلا بتقول ان العميل مش عايز يستلم الشحنة، وده مثلا بيكون عشان هو مش عايز يوصلها النهاردة، او ان العميل طلب تأجيل الشحنة، او ان العميل مش موجود، او ان العميل مش بيرد. وساعات للأسف جزء كبير من المرات دي بيكون الابديت ده او الكلام اللي متقال مش حقيقي، فلازم انا بتأكد ان لو في حاجة شكلها صص كده او شكلها تخلي الواحد اللي هو لا انا محتاج اشوف هل ده فعلا حقيقي ولا لا، بكلم العميل واشوف هل فعلا كلمك هل فعلا ما كلمكش. وعايز اقول لكم برضو على الناحية التانية، في عملاء للأسف برضو بتعمل حاجات غريبة مش مفهومة، زي مثلا هو يطلب الاوردر وبعد كده ما يردش على المندوب يوم والتاني والتالت. في ناس بتطلب الشحنة وبعد كده تقوم لغيها، دي عادي لان هو بيأثر الموضوع يعني، فاهمني؟ اللي هو خلاص قالوا الشحنة واصله لك، لا مش عايز استلمها. هي المشكلة في اللي بيقعد مثلا يأجل يوم والتاني والتالت وفي الاخر ما يردش على المندوب، او ما يردش على المندوب خالص. واحنا عندنا اللي هو المندوب بيحاول يوصل لك 3 مرات في 3 ايام مختلفة، فالموضوع ده بيبقى طويل، وعقبال ما الشحنة ترجع ومش عارف ايه، الموضوع بيبقى صعب. طبعا غير ان احنا كمان بنتحمل الشحن بتاع الشحنة اللي ما وصلتش، احنا كده كده بنتحمل الشحن في كل الحالات يا شباب، عشان كده بنعمل لكم الشحن مجاني. بس على الاقل لما تعمل شحن مجاني والحاجة بتوصل للشخص فانت كده ايه، انت بعت البيعة. لكن لما انت بتودي الحاجة وكده ترجع لك وانت بتشيل الشحن، الموضوع ده بيبقى نوعا ما مستفز. بس للأسف يا شباب this is part of business، ده جزء من الشغل. لو انت عندك اي حاجة اونلاين وحاسس ان الموضوع ده بيحصل لك، او خايف الموضوع ده يحصل لك، فانا بأكد لك ان هو هيحصل لك 100% مهما عملت. وعلى حسب بقى انت بتشوف الموضوع ده تقدر تتعامل معاه ازاي، بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقلله، سواء غلطات المناديب او سواء المشاكل اللي بتحصل مع العملاء نفسها. بس ده جزء لا يتجزأ من الشغل اونلاين او من الاي كوميرس بالذات في مصر. لازم تبقى عامل حساب ان حاجات زي كده هتحصل وتتقبلها بصدر رحب. اي نعم ساعات الموضوع ده بيجي على اعصابي وبيشلني لما بيتكرر كتير قوي في نفس اليوم، سواء مشاكل من العملاء او من المناديب، بس ده كده كده نسبة مئوية من الاوردرات بتاعتك لازم هيحصل فيها المشكلة دي. فلو انت عايز تبدأ بيزنس اونلاين او بدأت بيزنس اونلاين ومستغرب من الموضوع ده، انا عايزك تتعود، لان ده حاجة انت مش هتعرف تتجنبها مهما عملت. ولما ربنا يكرمك ويبقى عندك كذا اوردر في اليوم، كل ما النسبة او كل ما عدد الاوردرات اللي ممكن يحصل فيها مشاكل هيزيد، فده طبيعي. حبيت اطمنك واديك كده شوية ايه انسايتس عن البيزنس. نبدأ بالشاورما اللحمة. عندنا الرز، عندنا هنا 180 جرام، شوية عيش متحمص، شوية خيار مخلل، طحينة. بس الطحينة دي مش طحينة عادية، بمعنى ايه؟ ده زبادي عليه بقى التوابل وبتاع، وعليه شوية طحينة، فهو فاهم انت ممكن تحط منها كمية كبيرة، لان هي في الاول وفي الاخر تعتبر زبادي، لكنه ايه زبادي بطعم الطحينة. ودي صراحة حركة صايعة،
بدل ما تاكل شاورما ناشفة او حاجة تحس ان هي ناشفة، فيبقى عندك زبادي بطعم الطحينة وما تحسش ان هو زبادي، بالعكس بيبقى كريمي اكتر. ودي كده يا شباب تعتبر اول وجبة في اليوم، وفي نفس الوقت هتكون وجبة ما قبل التمرين او البري ورك اوت ميل. الماكروس بتاعتها هتبقى موجودة هنا على السكرين. انا اروح اكل وشوية كده نهضم ونظبط الدنيا، نكمل شوية شغل وبعد كده نشوف هنعمل ايه وننزل نتمرن ايه وايه الدنيا. يلا بينا. طيب يا شباب الحمد لله خلصت شوية شغل اللي ورايا. حاجة مهمة جدا احنا بنعملها كل فترة هو ان احنا بنعمل حاجة اسمها content calendar، او ايه هو المحتوى اللي هينزل على ايفولفوي، وعلى طول بنجهز له من بدري. يعني بنحاول على طول ان احنا نبقى سابقين بشهر في الحاجات الاساسية. طبعا بنصور حاجات في النص وبنعمل حاجات في النص، بس بنحب ان احنا يبقى عندنا content جاهز شهر مقدما، بحيث ان احنا على طول نبقى بنبوست وعلى طول الحاجة تبقى موجودة، والحاجة طبعا بيبقى وراها فكر، بنبقى عايزين نوصل حاجة، بنبقى عايزين نكومينيكيت حاجة. فانا من غير ما احرق كده هوريكو ده بيبقى مثلا content calendar مكتوب بقى فيه ايه، مكتوب فيه الحاجة محتاجة ان هي تتصور ازاي، الكابشنز اللي احنا هنكتبها على انستجرام، لو في ريفرنس مثلا اعرف اجيبه، لو لا الواحد بيحاول ان هو يبقى ديسكريبتيف او بيوصف الحاجه بشكل كويس، بحيث ان هي تتصور صح وتتعمل صح، وفي نفس الوقت احنا ما نبقاش مثلا مكبوسين اللي هو مثلا محتاج انزل حاجه بعد بكره فاضطر ان انا اصورها النهارده واعمل لها اديت او ايا كان. يعني احنا بنحاول ان احنا نشتغل ان احنا على طول الحاجه تبقى بلاند اهيد، لان انت كده كده اصلا بيبقى في خوازيق تانية بتعطلك، فانت بتحاول الحاجة اللي في ايدك ان انت تقدر ان انت تعملها وتخليها جاهزة تكون هي اوريدي جاهزة. فبس هفسد دماغي كده شوية عشان انا صدعت، خدتها شوط واحد كده، وهلبس واجهز علشان ننزل. احنا دلوقتي اصلا الساعة 7:30، الوقت سرقني بس مش مشكلة. يلا بينا. نفسي مرة اقول انا خلصت وانا نازل الجيم انزل في ساعتها، يعني الساعة دلوقتي 8:30 وانا خلصت 7:30، كنت فاكر ان انا خلصت. يطلع لك بقى انت ايه، مكالمات، حاجات لازم ترد عليها، ايميلات، تلاقي نفسك متأخر ساعة علشان تنزل. بس يلا مش مشكلة، دلوقتي احنا في طريقنا الى الجيم. عندنا تمرينة ايه النهاردة؟ عندنا تمرينة كتف وظهر. فبرضه احنا رايحين الجيم الجديد عشان انا اشتراكي تقريبا شبه خلص في وورلد، فعايزين نشوف كده ونتابع التطورات. هم بيقولوا ان هم هيخلصوا الجيم ده على نص الشهر، يا رب فعلا يزلقوا بكده، ده يبقى السوفت اوبننج، بس يبقى فيه بقى الحاجات الاساسيه كلها، لان انا هبقى مش عارف اتمرن رجلين ازاي. طبعا زي ما انتوا عارفين بقى بالاصابات اللي عندي دي، فانا محتاج ان انا فعلا يبقى فيه اجهزه عشان اقدر ان انا اتمرن رجلين عادي. طيب يا شباب انا لسه وصل الجيم، ركنت خلاص وهنخش نتمرن. بس في حاجه مهمه جدا يا شباب عايز اتكلم معاكم فيها، خصوصا لو انت شخص عايز تنجح. طيب يا شباب دلوقتي انا وصلت الجيم وبجهز عشان ننزل علشان نتمرن تمرينه محترمه، بس في موضوع مهم جدا لازم اكلمكم فيه يا شباب، وهقول لكم ازاي دلوقتي انتوا تقدروا ان انتوا تنجحوا وتعملوا فلوس. بدل ما انت مثلا بتروح القهوه ولا بتروح ستاربكس تدفع فلوس في قهوه، وفر الفلوس دي وحوشها واشتري فرع ستاربكس. الفرع بقى بتاع ستاربكس ده الفلوس اللي بتجيلك منه حوشها واشتري لك فيلتين ثلاثه افرشهم واجرهم، والفلوس اللي بتخش لك من الايجار دي تقدر ان انت تستثمر بيها في البورصه، والفلوس اللي طالعه لك من استثمار البورصه دي تقدر ان انت تفتح بيها شركه، وهتضطر طبعا ان انت تجيب في الشركه دي بين باجز وتكتب في الانستجرام بايو بتاعك ايه، فاوندر، كوفاوندر، اونر، سي او، يعني اكتب اي حاجه كتير، المهم ان انت تكون بتكتب عندك. وبس تاخد كورسات، تعمل كورسات، المهم ان انت ما تقعدش، وهو ده طريقك الى ان انت تبقى مليونير. اسمع مني، اسمع الكلام، اشتري الكورس بتاعي، اللينك في البايو. طبعا يا شباب انا بهزر، بس انت لو دخلت على انستجرام او قلبت في تيك توك او فتحت فيسبوك
هتلاقي التون ده والطريقة دي من الناس، وتلاقيه بيوريك الساعة والعربية والحاجات دي كلها. بس الفكرة أصلا معظم الوقت يعني الساعات دي بتبقى مضروبة، العربيات دي بتبقى متأجرة وحاجات كده، بيحسسك المهم إن أنت يا ابني نجاح سهل، أنت اللي مكسل، أنت اللي قاعد، أنت اللي ما بتعملش والكلام ده كله. بس بينسوا يقولوا لك إن أنت علشان تنجح، وإن أنت علشان توصل لحاجة، وإن أنت علشان تبدأ تعمل فلوس، الموضوع ده مش بيحصل في اسبوع ولا في اسبوعين ولا في شهر. بالعكس، انت محتاج ان انت تقعد تطور من نفسك وتبني مهارات وتجرب وتغلط وتشوف ايه الصح وايه الغلط وايه اللي انت تعمله، وتفشل في دي وتفشل في دي، وبعد كده تنجح في دي. طب تشوف ازاي تطور في نفسك علشان يبقى عندك المهارات الكافية ان انت تقدر تكبر الحاجة اللي انت بتعملها. والموضوع بيبقى ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. اللي عليك تعمله ان انت تحط اهداف صغيرة تقدر ان هي واحدة واحدة تبنيك وتبني شخصيتك وتبني مهاراتك، لان انت في الاخر عايز توصل لحاجة كويسة، بالذات في الظروف اللي احنا فيها في البلد دي. ان انت تعمل فلوس صعب، وحتى لما انت بتعمل فلوس الفلوس نفسها قيمتها بتقل، فانت محتاج ان انت حرفيا تكون بتسابق الزمن علشان تقدر ان انت يدوبك تتطور او ان انت تحسن من مستواك شوية بشوية. انا مش بقول لك كده علشان احبطك، بس في نفس الوقت انا بديك الحقيقة اللي فعلا لو انت عايز تعمل حاجة تعيش وتكبر معاك، ويبقى بس مش مجرد ان انت بتعمل لقطة وتخلع. الموضوع بياخد وقت وبيحتاج تفكير وبيحتاج تخطيط، وهيعدي عليك فترات فيها ضغط نفسي، وهيعدي عليك فيها فترات مضطر ان انت تاخد ريسك وحاجات كتير قوي. بس المهم ان انت فعلا تكون بتحاول تعمل اللي انت تقدر عليه علشان تقدر ان انت تطور من نفسك. بس الموضوع مش سهل، والموضوع هياخد منك وقت، والموضوع هياخد منك مجهود. وممكن انت اللي انت بتعمله يبان للناس ان هو بينجح بسرعه، بس هم ما يعرفوش ان انت مثلا بقالك 3 4 5 سنين بتبني في شخصيتك وبتبني في مهاراتك علشان تقدر ان انت تعمل حاجه زي كده. من الاخر، الرساله انا عايز اوصلها لك ان انت علشان تنجح مفيش طريقه واحده، او مفيش كورس هتاخده، او مفيش خطوات هتقدر ان انت تمشي عليها علشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله ده في اي حاجه. لازم الموضوع ده يبقى مناسب ليك، مناسب لشخصيتك، يكون هيبسطك، يكون حاجه انت بتعرف تعملها، او حاجه عندك استعداد ان انت تتعلمها. بس مفيش 1 2 3 انت بقيت مليونير، او 1 2 3 انت بقيت بتعمل فلوس. كل عليك تعمله وانت تقدر ان انت تطور نفسك بالطريقه اللي تكون بالنسبه لك مناسبه، وان انت فعلا تحط على نفسك ضغط صحي يخليك تتطور، يخليك تقدر ان انت تحسن من مستواك. يعني انت لو بتعمل 500 جنيه في الشهر، ازاي خليهم 1000، وال1000 يبقوا 1500، وال2000 يبقوا 2500، وتبدا ان انت واحده واحده تقدر ان انت تطور من نفسك وتطور من الفلوس اللي انت بتقدر تعملها، وتكون بتعمل ده بطريقه صح، بطريقه تقدر ان انت تستمر عليها وتقدر ان انت تطورها، مش مجرد لقطه او حاجه تعملها كده تجيب لك شويه فلوس وخلاص. حبيت بس ان انا اقول الموضوع ده، لان بصراحه الاكونتات اللي هي بتاعه الرايحه في السكه دي، وبص الساعه وبص العربيه بتاعتي وبص 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 كترت. وانا ده للاسف السوشيال ميديا بتحسسك ان انت بعيد قوي، او ان انت لسه بدري عليك، او ان انت بتعمل كل حاجه غلط، او ان انت ماشي في الطريق الغلط، بالذات زي ما بقول في الظروف اللي احنا بنعدي بيها في البلد دي. كل عليك تعمله بجد هو ان انت تشتغل على نفسك وتتعب وبس، لان انت دلوقتي مش هتقدر ان انت تتوقع اي حاجة هتحصل امتى وازاي وبتاع. انت ممكن في يوم وليلة تصحى الصبح تلاقي الدنيا اتشقلبت، مفيش حاجة مضمونة. بس اللي مضمون ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. بس كده شباب، يلا بينا نخش نتمرن. Relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, be funny, funny, be going ah. El
اللي عمل بتاعت تشيس سبورت دي متخلف. ايه ده؟ يعني حاسس ان انا هكسر بيلر. طيب يا شباب، دلوقتي انا خلصت تمرين وجعان الصراحه، فتعالوا نشوف انا اكل ايه النهارده. هاكل حاجه مختلفه. طيب يا شباب، اللي انا هاكله بقى النهارده هو حاجه جديده انا اول مره اجربها، بتاع لسه مقفوله، شركه اسمها نوت فرايد. دي ناجتس فراخ، ال 100 جرام فيهم 19 جرام بروتين، 154 كالوري، وهي مش متحمره بس هي في نفس الوقت فولي كوكت، يعني هي اوريدي اصلا مستويه. والطريقه اللي هم كاتبينها ان انت بيقول لك سخن الاير فراير او سخن الفرن وحطها من 12 ل 15 دقيقه، وبيقول لك ان انت ايه ما تسيبهاش تفك يعني. فانا لسه مطلعها من الفريزر، سخنت الاير فراير وهنجرب مع بعض. تعالوا بقى نشوف ايه الدنيا. شكلها مبشر الصراحة. انا هرصهم رب كفي، وغالبا المفروض ان هما يعني ما تحطوش على بعض. حط يا باشا على درجة حرارة 200، حطها 15 دقيقة اما نشوف، وهرجع دول في الفريزر لحد ما الدور الاول يخلص. كده عدى 15 دقيقة، حطها على ايه؟ شوية مناديل بحيث ان هي ايه متعرقش. في شوية بانيه كده لازق في الاير فراير، بس اظن يعني دي غلطتي. سيبها تبرد شوية كده ونجرب. اظن كده برد الكفاية، خلينا واحدة نجرب. يا رب تكون طلعت برد الكفاية. ده من غير كاتشب، من غير مستوى، من غير اي حاجة. شوف طعمها ايه. تعالوا نجرب كده بشوية كاتشب. لا الصراحة أنا امبرست. هو غالبا أنا ممكن أسيبها شوية أكتر مثلا في الإير فراير بحيث إنها تتحمص أكتر، لأن في حتت بتبقى إيه مويستشر، فيها مويستشر شوية، وفي حتت لأ. بس اوفر اول الفراخ متبله كويس قوي، ودي حاجه انا ايه كنت شاكك فيها. بس الفراخ متبله كويس قوي، مش قادر احدد ايه التوابل بالظبط، بس هي طعمها حلو. يعني انت دي لو عيش وكاتشب ومش عارف ايه هتحس ان هي قريبه قوي من الفرايد. مش زي الفرايد 100%، بس قريبه جدا. يعني هتخليك مش عايز تاكل ناجتس محمره من الاخر يعني، وده المطلوب الصراحه. فبصراحه شابوه، اختراع على اختراع حلو، نجربوه. حطيت الباتش الثاني، وبال بقى ما انا ايه اقضي على دول. اخر حاجه اكلها او هشربها، سميها زي ما تسميها، هي سكوب من الايفولف ويل بالستروبري تارت. عشان ابقى صريح معاكم يا شباب، انا من ساعه ما احنا نزلنا ايه البتاع ده وانا ما بستخدمش غيره. وانا هكون صريح معاكم، يعني هي البتاع قربت تخلص. انا مش بقفوة، بس ده الفليفر ده هيتس ديفرنت صراحه. يعني لو انت ما جربتوش فوالله العظيم انا ما بافور، بس انت فايتك نص عمرك. واه دي الشيكر بتاعت الكراملايز بيسكت، عشان الشيكر بتاعتي اتقلبت. والله العظيم ده من الاخر، يعني البلح توب. وان شاء الله شباب رمضان الجاي هينزل تاني. ده الناس بتقول عليه نفس الكومنتس،
فانا بجيب من الاخر. انت بتاكل تارت يا ابني، بتاكل تارت بجد يا شباب، اللي ما جربش فايته. طبعا بنتوصى بيكم كود ايفولف 10 هيديك خصم 10%، جبت 2 من اي نوع هتاخد شيكر هديه، غير ان الشحن اصلا مجاني. خش على الويب سايت كود ايفولف 10 وادعي لي. دلوقتي يا شباب انا اعتبر كده اكون كلت كل الوجبات بتاعتي، كل الحاجات اللي انا عايزها، الماكروز بتاعتي خلصت، هحطها لكم هنا على السكرين. بعد لسه مستحمي وبدا يعرق تاني، الجو غريب مع حوارات قطع الكهرباء والحاجات العجيبه دي، ربنا يستر. المهم الساعه دلوقتي 2 بالليل، وانا الصراحه عندي لسه شويه شغل محتاج ان هو يخلص بعوضي على الاقل ساعتين. مشكله ان انا الشخص اللي يلقب بالنايت اول او البومه الليليه، شخص الكرياتيفيتي بتاعته والشغل الانجاز البرودكتيفيتي كل الحاجات دي بتبقى احسن بكتير بالليل. انا مش عارف الموضوع ده مين كده، بس تقريبا اي حاجه عدله عملتها، اي حاجه انجزتها، اي فكره، اي حاجه حصلت بالليل، مفيش حاجه من الحاجات دي بتتعمل الصبح. الصبح محتاج ان انا بقى بعمل حاجات روتينيه، يعني تاسكات، حاجات محتاجه ان هي تخلص، لكن حاجه تتعمل او حاجه فيها تشغيل دماغ صفر. حاولت كذا مره ان انا شفت الدنيا كده، بس الموضوع معرفش ليه مش بيجي معايا، او بعرف امشي عليه اسبوعين ولا حاجه وبعد كده برجع تاني زي ما كنت. الله اعلم، اكتبوا لي تحت في الكومنتس مين مورنينج بيرسون ومين نايت اول. المهم يا شباب انا لسه قصادي شويه شغل، بس انا هقفل الفيديو على كده. فلو الفيديو ده عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك، اكتب لنا تحت في الكومنتس رايك في الفيديو او عايز تشوف ايه جديد، عايزنا نشارك معاك ايه بالظبط. ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات وعجبتك سوي سبسكرايب ودوس على جرس النوتيفيكيشنز عشان يجي لك اشعار او نوتيفيكيشن اول ما ننزل فيديو جديد. احنا كده كده بننزل كل يوم جمعه الساعه 4. كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.